اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده يا شفنا. معانا كاليماريا النهارده، والكاليماريا اللي معايا كاليماريا اوزي صغيره كده لطيفه وجميله. هنعملها مقليه كريسبي بالزبده والليمون، حاجه جديده كده لاول مره ممكن نعملها، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. والاطفال والاولاد مش بيحبوا السمك، بس عند الجمبري والمقليات زي كاليماريا صبيت ما يقول له ما فيش اعتراض، بيحبوا ياكلوها دايما على طول. معانا سمك في القش بياض النهارده، هنعمله صينيه بالبطاطس فيها خبره طهويه كده، دي حاجه بقى ايه مسبكه، صينيه البطاطس مع سمك في القش بياض. نشوف هنعملها ازاي بطريقه بسيطه وسهله. عدل الاكل ده شويه رز ابيض على النار بيستوي، مش هنضيع وقت فيهم. معانا النهارده المانجا، والمانجا بتاعتنا السنه دي مكسره الدنيا، تصدير لكل الدول العالم، مانجا طعمها عسل من ارض طيبه. هنعملها سموز النهارده بالليمون والكريمه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه جديده برضو. وكل ما تيجي في ايدي المانجا لازم اكلها بعصير او بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي سموزي بطريقه جديده هتعجب الاطفال وتعجب الكبار. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه النهارده فيها شويه شغل للامانه وفيها ابتكار طهوي. تعالوا نعمل السموزي بتاعنا، سموزي المانجا بالكريم شانتيه وعصير الليمون. مقاديره على الشاشة مخرجنا الجميل، وهظبط لك الخلاط زي ما انت عايز. مانجا من خير أرضنا، العالم كله يشهد بيها. أخبارك ايه؟ حلو. ومعانا ليمون، ومعانا سكر، ومعانا سكينة صغيرة، ومعانا كريم شانتيه. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي نتسلى فيها. احنا مخلصين، معانا صينيه في الفرن بتستوي زي ما هي. انا كنت فاكر ان هي متقطعه، وانا بعشق تقطيع المانجا. حلو، العب. تعالوا مع بعض نشتغل في المانجا، يلا بينا. شيل دي من هنا. معانا كريم شانتي، معانا المانجا الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا بختنا يا مصريين والله. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ النوايا ما فيهاش نوايا، سبحان الله. انا اول مره الاقي مانجا ما فيهاش نوايا. اخد المانجا كده، بص بص طلع معايا ازاي. بص 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 دي راح على فين؟ راح على فين؟ راح على فين؟ راح على فين دي؟ اوه اهي. يلا كمان واحدة، نلعب كمان واحدة. يلا سكينة كده صغيرة. الاكسسوارات دي والسكاكين الصغيرة دي لازم تكون موجودة عندك في المطبخ. مانجا، تفاح، جوافة، تقعدي لأولادك كده ايه تقطعي. شفت انا شلتها من الجناب، ما عملتش حاجة أنا بقى، وكبست عليها بإيدي كده. يلا بص عليها، بص عليها. على فين؟ على فين؟ أنزل بيها؟ أنزل بيها؟ يا ويلي عذاب. سكر، كريم شانتيه. لا المانجا المرة دي مختلفة، السموز بتاعنا مختلف. طبعا لازم تطلعي المانجا من الديب فريزر، يعني تبقى ايه تبريد عالي. الله، عملتها يا غالي. بقول لي ايه رايك في سموز المانجا بالزبادي؟ عملتها والله. دور في جوجل واكتب سموز المانجا بالزبادي، يطلع لك الشيف المغازي. حلو، سجل التاريخ، سجل خلاص على جوجل. نضرب الخلاط بتاعنا، بس خلي بالك يا عم الشيف، عصره ليمون حلوه كده. يلا عصرة ليمون في قلب الخلاط. الله، شرايح من الليمون. اوعى تنزلي الليمون زي ما هي كده، زي الفل يا عم الشيف. ورقتين نعناع اخضر. يلا بينا. والحليب المثلج.
ألف أنا وشفا للي يشرب. مع السلامة. روح لمين؟ الله يا ولدي. كفايه عليك كده، هي المانجا اصلا تتاكل وهي سليمه. سموز المانجا، بص على الحلاوة. يلا ورايا. برافو عليكي. سامعك كنت بتقولي يا صبابين العصير زيدوا حالاته زيدوا شرباته. سموز المانجا بالكريم شانتيه مع الليمون والنعناع. كوباية عصير مش هتلاقيها غير في بيتك انت وبس. نعم حاضر يا غالي. عايز اشوف الصينية اللي في الفرن. تدفع كام؟ مكانه هنا حلو؟ عينيا. صينية سمك بالبطاطس مدرسة المغازي. بطاطس قطعت شرايح حمرناها بالنشا مع توم مع شوية بهارات، طريقة جديدة لتثبيت التوبنج والتوابل على البطاطس. بعد ما اتحمرت خليناها على جنب، خدنا السمك قطعناه شرايح، ما حطيناش عليه أي توابل غير عصرة ليمون للتخلص من الزفارة. خدنا الخلطة بتاعتنا اللي هي الزيتون الأخضر مع الكزبرة مع الشبت مع البهارات بتاعتنا من الشمر والملح والفلفل والفلفلة، عصرة ليمون، غلوة على النار مع بصلة وتومة وزبدة. حطينا شرايح من البطاطس، شرايح من السمك، الخلطة بتاعتنا الإبداع، ثم البطاطس ثم الخلطة. دخلناها الفرن في درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. أما الكاليماريا الكريسبي اللطيفة الجميلة تتحدث عن نفسها، لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها. حلوة ودي، لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها. طلعت ازاي مش عارف. معانا رز مصري عدل السفرة بتاعتنا. مشروبات غازية ممنوعة على السفرة، وخاصة لو كانت أسماك. خليكي مع العصيرات الطازة، احنا ربنا كرمنا عندنا المانجا، العالم بيحسدنا عليها. تعملها ايس كريم، تعملها سموزي، تعملها مربى، تعملها مخلل، زي ما انت حابة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كله مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.